اهلا بيكم جميعا طلاب الفرقه الرابعه، باذن الله هنكمل مع بعض ماده نظم المعلومات المحاسبيه جزء استاذ الدكتور اسامه سعيد الفصل الخامس. اولا وضح مدى صحه او خطا العبارات مع التعليل. 1. تعرف تكلفه المعلومات الاضافيه بانها كافه عناصر التكاليف التي تتحملها المنشاه في سبيل الحصول على الموارد البشريه والماديه اللازمه للنظام. خطأ، ولكن تعرف تكلفة المعلومات الأساسية بأنها كافة عناصر التكاليف التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على الموارد البشرية والمادية اللازمة للنظام. 2. تتمثل تكلفة تشغيل نظم المعلومات المحاسبية في تكاليف تحليل أنظمة المعلومات وتكاليف التحول إلى النظام الجديد. خطأ، ولكن تتمثل تكلفة تصميم وتطوير نظم المعلومات المحاسبية في تكاليف تحليل أنظمة المعلومات وتكاليف التحول إلى النظام الجديد. 3. يتم تصنيف تكاليف نظام المعلومات على أساس نوعي إلى تكاليف تجميع البيانات وإدخالها للحاسب وتكلفة النشاط الإداري. خطأ، ولكن يتم تصنيف تكاليف نظام المعلومات على أساس نوعي إلى تكاليف العمالة وتكاليف المعدات وتكاليف المهمات وتكاليف المباني والمصروفات الإضافية. أربعة، تعتبر تكاليف الحاسب والمعدات والأجهزة أحد عناصر التكاليف الاستثمارية المبدئية اللازمة لمشروع نظام المعلومات. عبارة صحيحة، حيث تتضمن التكاليف الاستثمارية المبدئية اللازمة لمشروع نظام المعلومات كل من تكاليف الحاسب والمعدات والأجهزة، تكاليف إعداد وتركيب الأجهزة، وتكاليف التحول من النظام الحالي إلى النظام الجديد. خمسة، يتم تحديد المنافع الصافية للنظام من خلال الفرق بين إجمالي منافع النظام والتكلفة الرأسمالية للنظام. خطأ، حيث يتم تحديد المنافع الصافية للنظام من خلال الفرق بين إجمالي منافع النظام والتكلفة التشغيلية للنظام. 6. تعتبر تكاليف صيانة النظام أحد عناصر التكاليف الاستثمارية للنظام. خطأ، حيث تعتبر تكاليف صيانة النظام أحد عناصر التكاليف التشغيلية للنظام. 7. عند زيادة عناصر تكاليف تشغيل النظام الجديد عن النظام الحالي، فإن الزيادة فقط هي التي تخصم من إجمالي المنافع، وذلك للوصول إلى صافي المنافع. عبارة صحيحة، حيث أنه عند تحديد تكاليف تشغيل النظام الجديد، فإنه يتم مقارنة تكاليف التشغيل المقدرة للنظام الجديد مع تكاليف التشغيل المقدرة للنظام الحالي، فإذا كانت نتيجة المقارنة زيادة عناصر تكاليف التشغيل الجديد عن النظام الحالي، فإن الزيادة فقط هي التي تخصم من إجمالي المنافع، وذلك للوصول إلى صافي المنافع. 8. هناك أربعة مداخل مختلفة لقياس قيمة ومنفعة أنظمة المعلومات المحاسبية. خطأ، لكن هناك ثلاثة مداخل مختلفة لقياس قيمة ومنفعة أنظمة المعلومات المحاسبية، وهي تحديد منفعة المستخدم، اتخاذ الفعل دون انتظار النتائج، إدراك متخذ القرار لمنفعة المعلومات. ثانيا، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. 1. يمكن التوصل إلى تكلفة المعلومات الأساسية من واقع السجلات والدفاتر المحاسبية. 2. تعرف تكلفة تشغيل المعلومات بأنها التكاليف التي تنفق على تجميع وتشغيل وتخزين واسترجاع البيانات وتوصيلها إلى مستخدميها. 3. تكون نسبة التكاليف الثابتة لتشغيل نظم المعلومات أعلى ما يمكن في ظل نظام الحاسب الإلكتروني. 4. توفرت لديك البيانات التالية عن إحدى نظم المعلومات المحاسبية، ومديني هنا تكلفة شراء الحاسبات والمعدات الأساسية ب100,000، تكاليف الإعداد والتركيب 10%، وتكاليف تدريب العاملين 20,000، وتكاليف التصميم 15,000، وتكاليف إعداد برامج الحاسب 15,000، والمتابعة 25,000، وبالنسبة لمكافأة الخبراء والمشرفين 250,000. والسؤال هنا، ما هي تكلفة التحول من النظام الحالي إلى النظام الجديد؟ طبعا احنا عارفين ان بالنسبة للتكاليف الاستثمارية اللازمة لمشروع نظام المعلومات الجديد بتكون عبارة عن 3 حاجات.
أول حاجة تكاليف الحاسب والمعدات، تاني حاجة تكاليف إعداد وتركيب الأجهزة، واتفقنا إن هي عادة بتكون نسبة من شراء المعدات. تالت حاجة تكاليف التحول من النظام الحالي إلى النظام الجديد، وعندنا هنا عادة 6 أنواع زي تدريب العاملين على الأجهزة الجديدة، تكاليف التصميم وإعداد الخرائط، تكاليف تحويل الملفات وإعداد برامج الكمبيوتر، مكافآت الخبراء والمشرفين، تكاليف المتابعة والمراجعة النهائية. وبالتالي تكلفة التحول من النظام الحالي إلى النظام الجديد هتتمثل في 5 حاجات: تكاليف تدريب العاملين، وتكاليف التصميم وإعداد الخرائط، تكاليف إعداد برامج الحاسب، تكاليف المتابعة، ومكافآت الخبراء. إذن 20,000 بلس 15 بلس 15,000 25,000 و250,000، الإجمالي 100,000. خمسة، ما هي التكلفة الاستثمارية لتصميم وتنفيذ النظام الجديد؟ زي ما اتفقنا في النقطة رقم 4 إن التكلفة الاستثمارية عبارة عن تكاليف الحاسب والمعدات وتكاليف الإعداد والتركيب اللي هي عادة بتكون نسبة من تكلفة الشراء وتكاليف التحول من النظام الحالي إلى النظام الجديد. طيب هو مدينا هنا تكاليف الحاسب والمعدات ب100,000، ومدينا كمان تكاليف الإعداد والتركيب بتكون 10% من تكلفة الشراء، يبقى إذن 10% في 100,000. أما بالنسبة لتكاليف التحول من النظام الحالي إلى النظام الجديد دي حسبناها في النقطة رقم 4 ب100,000، إذن التكلفة الاستثمارية في النهاية هتكون 210,000. سبعة، توفرت لديك البيانات التالية عن أحد الاستثمارات في الأوراق المالية: عدد السندات المراد بيعها 30,000، سعر بيع السند الواحد 30. فإذا علمت أن المستثمر قد تلقى معلومة من أحد وكلاء شراء وبيع الأوراق المالية تفيد أن سعر السند في السوق سوف يرتفع في اليوم التالي ليصل إلى 40، وبفرض أن عمولة الوكيل 10%، السؤال دلوقتي ما هي قيمة المعلومات الإضافية؟ بالنسبة لقيمة المعلومات الإضافية، احنا عندنا القانون بيقول إن قيمة المعلومات الإضافية عبارة عن صافي القيمة المتوقعة للقرار باستخدام المعلومة الإضافية، نطرح منها صافي القيمة المتوقعة للقرار بدون استخدام المعلومة الإضافية. طيب أول حاجة هنجيب صافي القيمة المتوقعة للقرار بدون استخدام المعلومة الإضافية، عبارة عن عندنا 30,000 سند في سعر بيع السند 30، 900,000. طيب صافي القيمة المتوقعة للقرار باستخدام المعلومة الإضافية عبارة عن نفس برضو 30,000 سند في سعر بيع السند المتوقع 40، هيدينا 1,200,000. بعدين هنحسب عمولة السمسار، 1,200,000 في نسبة عمولة السمسار 10% هيدينا 120,000، يبقى الصافي 1,200,000 ناقص 120,000 يدينا 1,080,000. ومن هنا نقدر نحسب بقى قيمة المعلومات الإضافية، 1,080,000 نطرح منها 900,000 هيدينا 180,000. 8، بالرجوع إلى البيانات في النقطة السابقة رقم 7، بفرض أن احتمال قيام المستثمر بالاعتماد على المعلومة المقدمة له من السمسار 80%، فإن قيمة المعلومات الإضافية سوف تصبح 72,000، 80,000، 100,000، 144,000. هنا بيتكلم عن قيمة المعلومات الإضافية في حالة عدم التأكد، والقانون هنا بيقول إن قيمة المعلومات الإضافية في حال عدم التأكد بيساوي المنفعة في الاحتمال. طيب عندي هنا المنفعة حسبناها في النقطة اللي قبلها ب180,000 في 80% هيدينا 144,000.